واعتصام النهضة والقضاء على أبقار العنف والإرهاب وتقديم القيادات إلى محاكمة عاجلة، ونرفض ما يسمى بالمصالحة الوطنية، نرفض ما يسمى بالمصالحة الوطنية على الإرهاب أو على الدم أو من ارتكب أي جريمة ضد الشعب، ونرفض ما يسمى بالخروج الأمن، بل نطالب بمحاكمة كل من ارتكب أي جريمة ضد المواطنين المصريين. على الشعب، على الدولة أن تنظر إلى الشعب وليس إلى نافذة الخارج. على الدولة ألا تخشى انتقادات الدول الخارجية التي تدعي الديمقراطية وهي من ترعى الإرهاب. على الدولة أن تحرص على مكتسبات ثورة 30 يونيو وأن تتحرك الآن بإنهاء حالة العنف الموجود في الشارع وتقديم القيادات الموجودة في اعتصام رابعة إلى المحاكمة والعودة إلى السلام الاجتماعي ووقف العنف الذي يمارس ضد المواطنين في كافة المحافظات. باسم كل الملايين اللي خرجت في 26 يوليو أن تفض فورا هذين التجمعين المسلحين اللذان يدار منهما كل العمليات الإرهابية في سيناء وفي بين السرايات وفي المنيا، والأعمال أعمال العنف الطائفي التي تمارس الآن ضد المسيحيين أو المصريين في المنيا وفي سوهاج وغيرها من محافظات صعيد مصر. أيضا نؤكد في تنسيق 30 يونيو رفضنا لتأميم الحركة الشبابية المصرية، نؤكد رفضنا أن يتم التواصل معنا عبر وسيط. مبناش حق 15 مليون مصري في العشوائيات بيعاني من الفقر من الجوع من المرض، و2 مليون في المقابر. علشان كل دوت بنقول لحكومتنا اللي احنا عارفين ان هي ملهاش ذنب في اللي كان بيحصل، لكن عليها اولويات. عشان احنا تحملنا المسؤوليه من 25 يناير حتى الان احنا مش بس بنطلع مظاهرات، لا احنا كمان بنفكر ازاي نقدم حلول واقتراحات سريعه وناجزه كقوه سياسيه الحكومه تاخد بيها علشان تحل كل هذه المشكلات، او على الاقل في هذه المرحله الانتقاليه تساعد الرئيس القادم ان يستطيع ان يحكم البلاد ويحل كل هذه المشكلات.